الاسعار والنقشهاديه، لان داكشي اللي بغاو مني باش السي كريم ما يمشيش يخدم الاختصاص ديالو ديال الجهه اللي هو التنميه الاقتصاديه اللي هو هذا، خصو يبقى يجي لهنا نقول لي علاش معطيتها غاليه وعلاش بطاطا غاليه وعلاش كذا وعلاش اللحم وعلاش جبتو من البرازيل وعلاش العجوله طلعوا للباطو قبل كذا. هذا النقاش الخاوي بغاونا نبقاو فيه وما نمشيوش نخدمو يعني الخمسه الالتزامات اللي كل واحد فيكم مشى دق هذاك الدور ديال المغاربه قال لهم كنتاز معكم صاحب التعليم نجي اليوم نعطيك الاجوبه على التعليم. وحقيقة غلاء الأسعار هو واحد الواقع كاين، غير هو المشكل هذا هو اللي كاين في هذه المسألة، هو إلا بغينا نختصروا الوضع ديال البلاد اليوم في غلاء الأسعار. اليوم هذه المسألة ديال غلاء الأسعار هو حق أريد به باطل، كنعرفوا جميع بأنه دائما في الفترات من السنة كترتفع الأسعار وكتنزل، خاصة الأسعار ديال المواد الفلاحية، هذا شيء ألفناه. ولنا كنقول اليوم اللي تزاد ماشي هو الأسعار، تزاد هو فيسبوك، هو المواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي ولات يعني كتوصل المعلومة بواحد الشكل اللي هو هذا. اليوم كاين اطراف داخل البلاد سواء في المعارضه ولا اطراف مختلفه اللي باغي تجر البلاد لهذا النقاش اللي هو بالنسبه لي انا نقاش هامشي. علاش؟ باش ما نتكلموش على الورش الملكي للحمايه الاجتماعيه، باش ما نتكلموش على الاصلاح الكبير اللي توقع في التعليم، باش ما نتكلموش في الاصلاح الكبير اللي اليوم كاين في الصحه. هاد الاوراش الكبرى اللي الحكومه غاده فيهم بواحد الشكل كبير كاين اللي اليوم ماشي في مصلحته انه يبين بان رئيس الحكومه والفريق ديالو كيشتغل على هذا الشيء وادى فيه نتائج جد ايجابيه في ظل سنه. خصنا نناقشوا ديما مطيشه وبطاطا، هذا هو بغاو يحصرونا في هذا الفخ اللي لا وقعنا فيه غادي نضيعوا راسنا ونضيعوا البلاد كلها، لانه غادي تبقى بلاد يعني كتناقش فقط السله الغذائيه وماشي بلاد اللي كتناقش مسائل استراتيجيه. انا قلت بانه لو كان في دوله اخرى وقع هذا الشيء ديال الحمايه الاجتماعيه بهذا الشكل، الناس غادي يكون عندهم التغطيه الصحيه كلهم و7 مليون اسره غتستافد من التعويضات العائليه، والناس اللي عندهم فوق 65 سنه غيستافدوا من دخول كرامه. لو كان هذا الشيء وقع في بلاد اخرى غادي تكون في الاحتفالات مستمره خمس سنوات، ولكن حنا لانه عندنا واحد الفئه ما بغاتناش المغاربه يعني تبنوا ما هو ايجابي، خصنا نبقاو دائما نتكلموا فقط على ما هو سلبي ونتكلموا على ما هو ظرفي، لان هذه المساله ديال الاسعار هي مساله ظرفيه. لذلك حنا اليوم كنقولوا بانه غنبقاو في النقاش ديالنا وكنطالبوا كاليوم كاغلبيه كنطالبوا بمعارضه في هذه البلاد. راه في هذه البلاد خصنا معارضه عباد الله، راه الا ما كانتش معارضه حقيقيه راه الشارع غيدير المعارضه. ولكن اليوم المعارضه اش كتناقش؟ كتناقش ان دوك العجوله اللي جاوا من البرازيل راه رئيس وزير الفلاحه عيط على شي صاحبه قبل ما يخرج للمرسوم باش يقول له طلع 2200 عجل. واش هذه عباد الله؟ هذه دابا هذه معارضه؟ راه المعارضه خصها اليوم تعطيني بدائل، تعطيني تصورات اقتصاديه الا كان عندها باش تفيدني. ماشي اليوم معارضه كتقول لي راه كاين بترول ب 30 ريال ديال روسيا، فين كاين هذا البترول ب 30 ريال نمشيو حنا نجيبوه ونبيعوه؟ هذا الشركات الوطنيه اليوم ما عندها حتى لاكسي للتمويل باش انها تجيب هذا الشيء. لذلك حنا اليوم كنطالبوا، انا هذا من خلال هذه المنابر ديالكم اطالب بمعارضه في هذه البلاد، اطالب الاحزاب اللي اليوم كدير راس. كاين سته الاحزاب يمكن اللي كاينه في المعارضه ولكن ما كاينش الا من رحم ربك واحد الفئه قليله، وهذا الشيء ما كيعجبهمش ملي كنقولوا اليوم، ولكن حقيقة نحن في حاجة لأن المعارضة صمام الأمان. المعارضة هي واحد العنصر اللي كيخلي التوازن في البلاد، وإن شاء الله على الله وعسى في هذا رمضان يستجب الله الدعاء ويعطينا معارضة يعني ثابتة ومعارضة قوية في هذه البلاد. قبلت لك ديال لي بروغرام كلهم اللي كاين، وملي غيقول لك في المقال واحد من الإخوان أنه راه نقول لي راه غتمشي للبياف ولا برنامج الانطلاقة